كما ذكرتم الحقيقة أنه هذا الموقف ليس بجديد على مصر، ولكن ما يميزه هذه المرة أنه لم يقف عند حدود المفاوضات والمطالبة بوقف أو هدنة وقف إطلاق النيران، ولكن كما سبق وأشرتم انطلقت مبادرة هي الأولى من نوعها، مبادرة مصرية لدعم إعادة إعمار غزة وتخصيص مبلغ 500 مليون دولار، أيضا الاستعانة بالشركات المصرية لتنفيذ هذه المشروعات. كيف تصف هذه المبادرة في هذا الوقت تحديدا وما دلالتها؟ يعني عندما تكون الدولة كبيرة بحجم مصر ورئيسا بحجم رئيس مصر، لا يمكن أن يأتي من الكبير غير الفعل الكبير. وبالتالي نحن نعلن مجددا شكرنا وتقديرنا لهذه المبادرة الخاصة بإعادة الإعمار في قطاع غزة مصر الشقيقة على لسان رئيسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونعتقد أن هذا هو واجب عربي قومي على مصر. لكن سرعة الإعلان والتجهيز والاستعداد والقدوم إلى غزة للإعلان عن مشاريع دعم للسكان في غزة يعتبر موقفا متقدما، ولم يسبق أحد من عرب، خد بالك يعني. يعني حتى الدول العربية الغنية التي لديها المليارات لم تسبق مصر في هذا الشأن. وهذا ما نتوقعه من مصر، وهذا ما اعتدنا عليه من مصر عبر التاريخ. وبالتالي ليس غريبا على مصر هذا الدور، بل هو في مكانه الصحيح، ويعبر عن مدى اهتمام مصر بالشعب الفلسطيني وحرصها على حماية الشعب الفلسطيني وتخفيف أزماته. تعرفين حضرتك غزة محاصرة من 16 سنة، والبنى التحتية مدمرة، والعدو الصهيوني في كل معركة يدمر المنازل، كما رأيتم برج الجلاء والشروق والجوهرة وغير المساكن الآمنين في حي في شارع في إيمي بيك. وبالتالي عندما تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي ومصر تقدم بهذا الإعلان، إنما تعطي رسالة واضحة أن ما دمر الاحتلال سيعيد بناء مصر، وبالتأكيد ستحمي هذا البناء إن شاء الله. بالتالي مصر حاضرة في كل التفاصيل كما قلنا فيما يتعلق بوقف إطلاق النار التهدئة، وأيضا في ملف إعادة الإعمار. وبالتالي هي ترسل رسالة للعرب أولا أنه إذا مصر التي ليس لديها كل هذه الثروات الهائلة كما العرب تقدم هذا الرقم الكبير من الدعم لغزة، فعلى الأقل يجب أن يحذو العرب حذو مصر، كما ندعو الأشقاء في الدول العربية إلى أن يحذو حذو مصر في دعم أهل غزة، وندعو الدول الإسلامية كذلك أن تكون تحذو حذو مصر في موضوع إعادة الإعمار. بلا شك أنها خطوة مهمة وفي اتجاه صحيح، ونتمنى من الله أن تكون فاتحة عهد جديد للأمة العربية كلها للالتفات إلى فلسطين. هذه رسالة قوية من مصر أن فلسطين هي القضية المركزية للأمة العربية والإسلامية، وأنه مهما ابتعدت الأمة وانشغلت عن فلسطين فهي الأمة تعود هذه المرة إلى فلسطين، لكن بقيادة مصر مرة أخرى. لكي تأخذ دورها في إعادة الإعمار وحماية الشعب ومنع العدوان الصهيوني على قطاع غزة.